شيء مطلوب. للوصول إلى هدفي الرئيسي، ينضم إلينا الآن هاتفيا السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سيد السفير، يعني ونحن نتحدث عن محطات التفاوض المختلفة التي حدثت أثناء حرب أكتوبر 73 وما بعدها، وصلنا إلى محطة ما بعدها، وثيقة كامب ديفيد، وبعد ذلك معاهدة السلام التي وقعت فيما بين إسرائيل ومصر. باعتقادك ما الذي استند عليه العمل التفاوضي في هذه المرحلة؟ يعني هو كل عمليات التفاوض للسلام بين مصر وإسرائيل وحتى وبين الدول العربية الأخرى هو قرار مجلس الأمن 242، يعني ده هو القرار اللي بيعتبر أساس التفاوض وأساس دعوة الأطراف إلى التفاوض من أجل تحقيق السلام ومن أجل إنهاء حالة الحرب وحالة العداء وعقد اتفاقية سلام دائم. في يعني مقدمات للوصول للقرار، يعني هو أول قرار صدر من مجلس الأمن بعد حرب 7 أكتوبر 73 كان القرار 338، وده كان قرار قصير جدا بيدعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن الأعمال العدائية. القرار ده صدر في 22 أكتوبر 73، ولكن للأسف يعني إسرائيل لم تلتزم به وظلت المناوشات إلى أن يعني بدأ في المفاوضات عن طريق الجانب العسكري من كل طرف، وده سميت فصل القوات. وتم التوصل إلى الاتفاق الأول لفصل القوات في يناير 1975. ده كان بداية فصل القوات بحيث أن يبقى فيه منطقة عازلة بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية، على يعني بحيث تبقى فيها مراقبين دوليين بشرط أن لا يكونوا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. فده كان البداية، يعني دي كانت نقطة البداية اللي تطورت فيما بعد ذلك إلى الفصل الثاني للقوات، ثم بعد كده بدأت مفاوضات السلام، بس بعد فترة، بعد يعني 6 سنوات. المعاهدة، معاهدة السلام بعد 6 سنوات من إيقاف القتال. لا، هو ده السبب الرئيسي، يعني لم يكن الرأي العام المصري ولا العربي مهيئا للمفاوضات. يعني لغاية وفاة الرئيس جمال عبد الناصر كان يعني مقررات الخرطوم، قمة الخرطوم هي التي تطبق، ان لا تفاوض ولا سلام ولا اعتراف بإسرائيل. فبالتالي بعد حرب 73 اتغير هذا الموقف على اساس الخروج من دائرة الحرب والاتجاه الى استراتيجية جديدة يكون السلام في المقدمة والقوات المسلحة تحميه من وراء يعني. فمن هنا بدأت العملية، خدت وقت طويل، وده يعني كانت عملية صعبة للغاية. ويمكن في البداية زي ما سمعت انها كانت يعني في سرية، لا يعني كانت بعيدة عن الإعلام، على أساس ان بندخل منطقة جديدة، منطقة لم تكن مطروقة من قبل ومرفوضة كانت من الدول العربية. واحنا شفنا رد الفعل بعد كده اللي كان بديفيد ثم اتفاقية السلام. طيب، يعني زي ما قلنا ان كان في عامل قتالي في الحرب، كان في عامل قتالي ايضا في التفاوض. بالحديث عن التفاوض، كيف تجلت الشخصية المصرية الحقيقية في مراحل التفاوض المختلفة؟ ويعني أريد أن أشير أن كان هناك عملية تنكيل بالشخصية المصرية قبيل حرب 73، انقلب هذا الأمر فيما بعد الانتصار، كيف كان؟ يعني هو في يعني مصر عندها خبرة طويلة في التفاوض، لأن مصر بتؤمن دايماً بالجانب القانوني، الجانب السلام. يعني تلاحظي في عملية استقلال مصر عن الاحتلال البريطاني هتجد كلها أو معظمها يعني مفاوضات، باستثناء عمليات الفدائيين كانت في قناة السويس أو ضد القاعدة البريطانية الموجودة، لكن كلها مفاوضات.
يعني بتعتمد على رجال القانون. يعني احنا الفترة يمكن من إعلان استقلال مصر في 1922 من جانب واحد من جانب بريطانيا، احنا بدأ رجال القانون يتصدروا العمل السياسي والدبلوماسي، فبالتالي مصر لديها خبرة في التفاوض. وكان في صعوبة في قرار مجلس الأمن اللي أشرت إليه اللي هو رقم 242 بين النص الإنجليزي والنصوص باللغات الأخرى للأمم المتحدة، سواء الفرنسية أو الأسبانية أو اللغة الروسية أو الصينية. في اللغة، في النص الإنجليزي بيقول إن انسحاب إسرائيل من أراض احتلت، في النص الفرنساوي والنصوص الأخرى من الأراضي التي احتلت. فدي كانت نقطة صعبة جدا في بالنسبة للدبلوماسية المصرية في مواجهة الدبلوماسية الإسرائيلية ومعها إلى حد كبير جدا الدبلوماسية الأمريكية. أيضا بالنسبة لأن السلام يكون سلام شامل، بحيث أن يبقى يغطي مش بس مصر إنما يغطي بقية القضية. ولذلك في كامب ديفيد تم الاتفاق الى اطارين، اطار للسلام بين اسرائيل ومصر واطار للسلام في الشرق الاوسط. طبعا اسرائيل لم تلتزم اطلاقا بالاطار الثاني ونسيته تماما، وان كان الاطار الثاني بينص صراحه على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامه دولته ووفقا للمقررات الدوليه. كل ده تنسته اسرائيل، وكان لم يكن هناك اطار ثاني لعمليه السلام في الشرق الاوسط. طيب سيد سفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لهذه المداخلة.